الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أوفياء الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عشاق الكرة الطائرة وأحباء قناة النادي الأهلي، يسعدنا أن نتابع مع حضراتكم اليوم الثاني من البطولة العربية لسيدات الكرة الطائرة رقم 19 والمقامة على مجمع الصلاة بجمهورية مصر العربية. اللقاء النهارده يعتبر ثاني لقاءات لنادي سبورتنج واللي بيواجهوا فيها شباب 20 الصحافي السوداني اللي ملوش خبره دوليه او عربيه او مشاركات كتير، ولكن هنشوف بقى اللقاء النهارده هيصفر عن ايه، بالاخص بعد اصابه اللاعبه المؤثره مي محمد اصابه في مفصل الركبه وهتحرمها طبعا عن المشاركه النهارده مع نادي سبورتنج. ونادي الشباب السوداني أو الصحافة السوداني دي تعتبر أول مشاركة لي عربيا وأول ظهور لي في القارة السمراء، وهنشوف النهاردة طبعا بقى وصل لفين السودان بفتياته. وطبعا نادي سبورتنج النادي العريق اللي دي تعتبر أول مشاركة لي عربيا ودوليا، وطبعا نادي سبورتنج كان تلقى هزيمة بالأمس في مباراة كانت تتميز بالنديه الى حد ما مع النادي العريق النادي الاهلي بنتيجه 3-0. مباراه النهارده طبعا هي مباراه لاثبات الوجود داخل المربع، بالاخص ان المشاركين وعددهم 5 فرق. طبعا ما فيش مشاركات قويه زي ما احنا متعودين، ولكن طبعا الشمال الافريقي بقى تونس والجزائر، اول ما بتسمع اسم مصر او اي نادي من مصر وبالاخص النادي الاهلي بتيجي هنا تحصيل حاصل وبتعرف انها ممكن ما تفوزش بالبطوله، ولكن بتيجي باقوى عناصر ليها واللي استعانوا فعلا بعناصر برازيليه عشان يقوي فرقتهم. بنبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده اللقاء، وادي اول حائط طرد من فريق سبورتنج من اللاعبه سندس عطيه، دي طبعا بنت كابتن عطيه السيد. سندس من المعدات المتميزات طبعا في منتخب مصر وشاركت فيه 5 مباريات دوليه مع منتخب مصر، طولها 173، وادي الارسال الثاني، وطبعا سبورتنج بتميز بالارسالات القويه واعداد في منتصف الشبكه وكره كده مسقطه بدون وجود دفاعات من الفريق السوداني. والنهارده توقعات طبعا الساده بقى المحللين اللي كانوا مع الكابتن هيثم في قناه الاهلي، الكابتن محمد شعراوي والكابتن يسرى عبد الكريم نجمه مصر والنادي الاهلي، كان توقعاتهم ان هم المباراه مش هتكون صعبه على نادي سبورتنج لو اتقنوا من البدايه في ارسالات قويه. وادي كان ضياع ارسال من هند نبيل رقم 15، طولها هند 1.83 متر، لاعبه مركز 3، وبينتقل الارسال بعد نتيجه 2-1 سبورتنج لفريق السودان، وارسال سهل جدا مع استقبال متقن، وبتحاول كده سندس باسقاط ولكن يقراها حائط الصد بكره بنقطه مباشره للسودان وتعدل النتيجه للصحافه السوداني 2-2. طبعا نكمل كلامنا مع الكابتن شعراوي والكابتن يسرى، هنشوف بقى توقعاتهم وتحليلهم للمباراه النهارده، هيكون في محله طبعا 2 من العمالقه للكره الطايره. وادي كره كده بترجع في مركز 1 منطقه خلفيه وضربه قويه بدون وجود دفاعات قويه من الصحافه السوداني. 3-2 سبورتنج، وادي الكابتن محمد صلاح على الشاشه. ظهر كابتن محمد صلاح بعد عودته بقى من احدى الدول العربيه كده ومرن نادي سبورتنج بدايه من الموسم قبل اللي فات، وعدل وجود نادي سبورتنج بالاخص انه بيحاول يعد فريق جديد من صغار السن وهنقوله بالتفصيل دلوقتي. وادي كانت ضربه كده فيها ريست ايد شويه من سلمى عصام لعيبه مركز 2 بنادي سبورتنج، واللي خدت فيها ايد حوادث الصد بنقطه مباشره.
4 سبورتنج 2 الصحافة السوداني. وزي ما احنا شايفين بداية اللقاء لسه ما أصفرش عن حاجات فنية بقى من اللي بتعجب مشاهدينا، ولكن سندس بإرسال قوي واستقبال جيد وضربة كده أي حاجة بريست الإيد، ولكن ترجع تاني بدفاعات مستميدة من نادي سبورتنج وتتشد تاني في مركز 4، ولكن كرة سجال بين الفرقتين على استحياء كده بتلمها فرقة السودان وتتشد تاني في ملعب سبورتنج اللي ما بتلاقيش أي صعوبة إن سندس ترفعها في منتصف الشبكة بضربة قوية في مركز 5 من لاعبة سنتر البلوك رقم 15 هند نبيل. هذه كرة في مركز 5 فعلا، إرسال تاني سهل مع استقبال غير متقن في مناطق الهجوم، وحائط صد سهل جدا من فرحة محمد عباس اللي بتحل النهاردة بديل للرقم 20 مكان اللاعبة مي محمد محمد رقم 17 اللي تعرضت للإصابة زي ما قلنا. ألف سلامة يا مي. وما زالت سندس على الإرسال، إرسال قوي تاني لسندس واستقبال جيد إلى حد ما وعكس كده للملعب، لكن بضربة بقى بنقول عليها ميني فولي بتضربها من مركز 2 في ملعبها. لعبة السودان طبعا ما عندهاش من الواضح خبرات دولية أو مشاركات دولية وهيبين الموقف شوية بتقدم لسبورتنج 7-2، وادي استقبال جيد المرة دي وتشدها في مركز 4، ولكن سوء تمركز من اللاعبة رقم 5 للسودان اللاعبة ساجدة محمد إبراهيم، وسهولة زي ما احنا تعودنا بقى اللي بتاخد بيها السودان نقطة 3-7. وادي الشاشة على ليلى محمد سالم المعد البديل لسندس، لاعبة صغيرة السن ليلى مواليد 94. مرافق موسى الصافي على الإرسال، إرسال قوي من مرافق واستقبال جيد جدا من ليبرو فريق سبورتنج رقم 6 سارة طارق. وادي ضربة كده كانت من نصيب سبورتنج بقى ونصل للوقت المستقطع الفني الأول. وطبعا التفوق واضح بفارق 5 نقاط في بداية اللقاء بضربة ساحقة جدا لسلمى عصام اللي ضربت في البتوين كده من ايد حائط الصد، تاخد ايد حائط الصد السودانية وتنزل أرضية الملعب. 5 نقاط هتريح سبورتنج إلى حد ما في الشوط الأول، ولكن طبعا هنشوف اللقاء هيصفر معانا على ايه. ممكن السودان تدخل في أجواء اللقاء وتقدم لنا شيء جديد ما شفناهوش في الكرة الطائرة السودانية من قبل، ولكن طبعا خبرات بقى نادي سبورتنج اللي بيحتل مكانة متقدمة في ال10 سنين الأخيرة في الدوري المصري ما بعدش عن المركز الرابع في الدوري المصري. على الشاشة بقى اللاعبات هم واضح منهم صغار السن، ولكن طبعا سندس مواليد 94 واللاعبة رقم 20 مواليد 99 لاعبة صغيرة السن فرحة محمد عباس، وفي العديد من اللاعبات صغار السن زي هند نبيل احمد مواليد 97 وملك عمرو 97 ولينا طارق اللي شاركت كتير مع المنتخب في 8 مباريات دولية طولها 1.73 متر لينا. وعلى الإرسال دلوقتي اللاعبة ندى محمد صلاح رقم 5، لاعبة مركز 4 ندى مواليد 94 منتظرة ندى استئناف المباراة. 8 سبورتنج 3 السودان، وكرة كده بإرسال قوي اللي قلنا عليه بقى بتتميز بيه فرقة سبورتنج، ولكن ترفض الهدية سلمى رقم 8 اللي بتضرب في خارج الملعب بكرة سهلة جدا فيرست تايم على الحافة العليا للشبكة. 4 السودان أو الصحافة السوداني 8 سبورتنج. على الإرسال إيمان أحمد شلال، وأدي إرسال قوي ولكن استقبال ممتع وأكثر من رائع وضربة ساحقة من اللاعبة صغيرة السن بقى اللي قلنا عليها فرحة محمد عباس مواليد 99 وطولها 1.76 متر. رجع الإرسال فرحة وتاخد كده إيد حوائط الصد السودانية وتطلع خارج الملعب. فرحة على الإرسال، وأدي بقى سكرين بيتنفس كده عشان فرحة تلعب الإرسال مباغت شوية، وفعلاً استقبال غير متقن وترجع الكرة سهلة في ملعب سبورتنج بتقلبها سندس في المنطقة الخلفية في مركز 6 بتفضل كده الإسقاط ودربكة في ملعب السودان بترجع كرة سهلة، وتاني سندس هتشد الكرة فين وتعملها المرة دي خلف المعد كده في مركز 2، ولكن كرة قصيرة من اللي بتحب بقى تشوفها الجماهير، كرة بنسميها كرة تشاينا، ولكن تسقطها كده سلمى بأطراف الأصابع طبعا وتحقق نقطة مباشرة.
فرحه تاني ما زالت على الارسال. زي ما احنا شايفين كل لاعب بيرجع من سبورتنج بياخد نقطتين او ثلاثه بالارسال، وده اكيد هيريح الفرقه كتير. وزي ما احنا شايفين فرق السكور 10 سبورتنج 4 او 11 سبورتنج 4 السودان. وطبعا المباراه مريحه الى حد ما للكابتن محمد صلاح بعد بقى اصابه لاعبته سنتر بلوك مي. الف سلامه على مي. تاني فرحه ارسال قوي واستقبال غير متقن بالمره، والكره الثانيه اللي فيها ايس يا فرحه ونقطه مباشره بتحققيها بارسالك لاعبه واعده فرحه. زي ما قلنا مواليد 99 ما شاء الله، بتتميز بالطول بالنسبه للفتيات 1.76 متر، ما عندهاش اي مشاركات دوليه، وهتبقى نواه جيده لوجودها بقى في منتخب من منتخبات مصر ان شاء الله. وادي وقت مستقطع بيطلبه نادي الصحافه السوداني لتاخره طبعا في النتيجه بفارق 7 نقاط متتاليه. طبعا نادي شباب 20 الصحافه السوداني يكفيه فخرا طبعا المشاركه في البطوله العربيه ووجوده وسط العمالقه ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج من مصر، وما بين الشمال الافريقي نادي مجمع البترول الجزائري ونادي الصفاقسي اللي عنده النهارده مباراه قويه جدا مع النادي الاهلي، وهي مباراه تحديد المركز الاول الى حد بعيد. الفائز بالمباراه هو صاحب المركز الاول اللي بنتمنى طبعا من قلوبنا جميعا انه يكون النادي الاهلي ان شاء الله نادي القرن. ارسال تاني من فرحه، ارسال سريع يا فرحه وقوي جدا لحقت النقطه الثالثه المباشره ليه على طول فيرست تايم. وطبعا بتيجي بقى الكاميرا على طول على المتالق محمد صلاح مدرب الفريق. وادي اللاعبه لينا رقم 3 لينا طارق على الشبكه زي ما احنا شايفينها بتلعب من مركز 4 لينا. كان عندها شويه مشكله السنوات اللي فاتت في الاستقبال، ولكن اكيد حسنت استقبالها عشان كده بتلعب من مركز 4. وادي كره هنا في مركز 2 اللي بيعتمدوا عليها سلمى اللاعبه المخضرمه مواليد 92 ومتر 75، وهي كابتن الفريق سلمى عصام محمد رقم 8. لاعبه بتجيد كيفيه كسب النقاط زي ما احنا شايفين كده، بتضرب برست ايديها من خارج حائط الصد وتحقق نقطه مباشره لفرقتها. وما زالت فرحه محمد عباس على الارسال بارسالاتها القويه اللي اثرت جدا على فريق السودان وقدمت النتيجه لفارق 10 نقاط. وكره في مركز 4 ودفاعات كده اي حاجه، ولكن في لمس للشبكه لحائط الصد السوداني بعد كره قويه كده اتضربت من مركز 4 وكان فيها دفاعات، ولكن طبعا الحكم الثاني شاف ان اللاعبه رقم 5 ساجده محمد ابراهيم من السودان ملامسه لحوائط الصد. وتاني فرحه بارسالات قويه، الله عليك يا فرحه النهارده انت هتبقي عروس لنادي سبورتنج بعد تحقيق 5 نقاط او 6 نقاط متتاليه. وادي طبعا الكابتن المساعد بقى مساعد المدرب الكابتن احمد صابر ابن نادي الشرقيه للدخان وابن بورسعيد والمتالق الفتره الاخيره في التدريب. يا ترى بقى تعليمات المدرب بالنسبه للفريق السوداني، كل همه دلوقتي ان هو يوقف نزيف النقاط عن طريق الاستقبال اللي ضايع من فرقته، وطبعا نتيجه الارسالات القويه اللي بتقوم بيها فرقه سبورتنج عن طريق اللاعبه رقم 20 فرحه محمد عباس واللاعبه سندس عطيه السيد، الاثنين اثروا فعلا على فرقه السودان بارسالات قويه جدا وصلت الفارق حتى الان ل 12 نقطه. يعني اظن ان الشوط الاول كده خلاص في جعبه سبورتنج المصري وهيطمن للنتيجه عموما بفضل ارسالاته القويه لو استمر عليها، ولكن عشان فرقه السودان ترجع طبعا للمباراه لازم تعدل شويه من ادائها ومن استقبالها للكره الاولى. يتم استئناف اللقاء بعد الوقت المستقطع الفني الثاني، وادي تبديل بقى بيعمله فريق السودان، بينزل اللاعبه ابتسام النجاتي رخيصه رقم 12 وبتلعب هي من مركز 4. وطبعا بقى عايزين نشوف مين اللي نزل كده مكانها. نزلت ابتسام رقم 12. وادي دكه البدلاء بقى العامره بالوجوه الشابه على فرقه سبورتنج. وما زال الارسال مع فرحه في محاوله لفريق السودان في ايقاف نزيف النقاط، ولكن بكره بترجع سهله جدا وبتستقبلها
وادي سندس بقى بتحط تاني لسنتر بلوك اللي عرفوا خلاص عنوان المكسب داخل الشوط الاول من اللقاء بارسالات قويه جدا من فرقه سبورتنج تبوظ على فريق السودان اما الاستقبال وتاخد نقاط مباشره او تيجي كره سهله في ملعب سبورتنج تحقق بيها سندس كره سريعه من منتصف الشبكه. يكون طبعا لليد الطوله بقى لفرحه رقم 20 وهند نبيل رقم 15 اليد الطوله في تحقيق النقاط. وادي كمان فرصه بتهدرها السودان بعد وصول الكره للمعد بعد نزيف نقاط كثير جدا ولكن ضربه ساحقه خارج الملعب. 18 سبورتنج 4 الصحافه السوداني. اللي مش مخلينا كده ندخل او نعرف ندخل في الاداء بنديه بقى لفرقه سبورتنج عشان نستمتع كلنا باللقاء، ولكن ادي كره هي يمكن يحصل منها حاجه وبتختار برضو اللاعبه رقم 5 راحتنا جميعا وبتضربها خارج الملعب. سجده محمد ابراهيم من فرقه السودان، طبعا السودان الشقيق هو ومصر كتله واحده ما بتنفصلش عن بعضها، والمباريات ما هي الا تودد وحب للشعوب ومقابله الاخر لتبادل الثقافات. وطبعا زي ما احنا بنقول احنا خرجنا عن المباراه طبعا لعدم وجود نديه، ولكن فرحه محمد عباس بتؤكد النهارده انها احسن ارسال حتى الان بالارسال من النقطه الثامنه حتى النقطه 20، وفرحه مأثره على النتيجه ولكن حسدناها بقى فرحه او هي بقى زهقت كده من الارسالات ولا ايه، ضيعت ارسال مباشر في الشبكه. بتخرج فرحه طبعا وبينزل اللاعب الليبرو ساره طارق مصطفى رقم 6 من فرقه سبورتنج. وادي هنا السكاوتنج اللي بيقوم بيه بقى الكابتن احمد صابر والكابتن محمد صلاح عشان يمدوا اول باول بالمعلومات. وادي لينا بتظهر في اول لقطه ليها كده بضربه ساحقه من مركز 4 بتحقق بيها نقطه مباشره. طبعا لينا زي ما قلنا كانت لاعبه من مركز 2 وبدات تلعب من مركز 4 وحسنت استقبالاتها عشان لعيب مركز 4 بيكون مميز، لازم يكون مميز في الاستقبال. ادي ارسال تاني باستقبال خاطئ خارج الثلاثة متر ولكن بتلحقه كده فرقه السودان ويرجع بسهوله جدا، وسلمى بتلمها لسندس وتاني لينا بضربه قويه مميزه بيها لينا اضرابات ساحقه وترجع تاني سهله لساره طارق، وتاني لينا برضو ضربه ساحقه وبتضرب في منتصف الملعب بدون وجود لحوائط الصد القصيره القامه لفرقه السودان اللي بنلاقي اطول حد عندهم متر 84 ايمان احمد شلال رقم 4 وسجدة محمد ابراهيم رقم 5 متر 83 لعيبه مركز 2 وجواهر النيل عبد الله رقم 13 متر 83، ولكن طبعا الطول مش كل حاجه في الكره الطايره. وادي ترجع تاني كره سهله تلمها ساره، وكالعاده بقى ادي سندس عطيه السيد اللي بترفع كره بسهوله جدا وبمنتهى الارتياحيه كده في الاداء بيوصل لسبورتنج للنقطه 23 الصحافه السوداني 5. طلب الصحافه السوداني وقت مستقطع ولكن متاخر جدا للحاق بالنتيجه بعد تقدم بفارق 18 نقطه، وطبعا ده فارق كبير جدا في الكره الطايره صعب تحقيقه او مستحيل اللحاق بالفرقه الثانيه، بالاخص ان احنا بنلعب تاي بريك يعني النقطه محسوبه او الخطا محسوب، وفرقه زي السودان ما اظنش ان هي بالمنظر اللي بانت عليه في الشوط الاول هتبدا تعدل من قدراتها الفنيه او البدنيه عشان تلحق ب 18 نقطه متتاليه لتحصل فريق سبورتنج. فطبعا بنحسم بقى الشوط الاول وبنحاول كده نلم اوراق الشوط الاول وندخل بدري كده على الشوط الثاني اللي هل هيستمر فيه اللقاء بنفس الوتيره ونفس الاليه ولا هيكون في تغيير، وان كنت اشك في التغيير طبعا لان استحاله يحصل طفره مفاجاه في الفريق بالمنظر دوت خسران 18 نقطة مهما عمل طفرات هيحصل إيه، إلا إذا كان بقى فرقة سبورتنج تستهتر بأداء فرقة السودان، ولكن ما أظنش إن محمد صلاح هيدي فرصة مدرب نادي سبورتنج هيدي فرصة للاعيبته إن هم يستهتروا باللقاء طبعا في ظل غياب بقى سنتر البلوك الأساسي عنده مي محمد. وأدي هنا السودان بيكمل على نفسه شوية فريق الصحافة ويدوس بالنقطة 24 في بطن الشبكة ويسهل أكتر اللقاء ويسهل أكتر الشوط الأول بتقدم سبورتنج 24-5. وادي سلمى عصام ما زالت على الارسال زي ما قلنا كده في البدايه كل لاعب بيروح ياخد الارسال بيقعد عليه اكتر من نقطه،
زي ما حصل مع فرحة محمد عباس. وادي سندس اللي زي ما قلنا عرفت عنوان اللقاء، وكرة كده فيها تراي ولكن يفشل فريق السودان باللحاق بالكرة وتنتهي الشوط الأول 25 سبورتينج 5 السودان. تبديل للفرقتين كده في منتصف الملعب، وهنشوف بقى هيسفر اللقاء عن ايه في باقي اصواته، واللي اتوقع انه ينتهي لصالح سبورتنج لو استمروا على الاداء والمنوال دوت 3-0. ونستعد كلنا من دلوقتي لمباراه الاهلي والصفاقسي، مباراه الشمال الافريقي التي يتوج فيها او يتاخر التتويج ليوم الجمعه طبعا بعد بقى انتهاء الرالي بالكامل او مباريات البطوله بالكامل، وان كان النهارده نهائي مبكر. وطبعا بقى الاهلي كان فاز على سبورتنج بالامس 3-0، وكان لقاء ممتع الى حد ما بفارق طبعا الخبرات وفارق العناصر الطول والكفاءه في النادي الاهلي، قدر انه ينهي المباراه 3-0 وبخبرات جهازه الفني والتدريبي كابتن حمدي الصافي والكابتن ياسر صلاح طبعا اللي بقى لهم فتره مع الفريق وحصدوا بالفريق العديد من بطولات الدوري والكاس والبطوله العربيه للسنه الماضيه والبطوله الافريقيه للسنه الماضيه برضو. وان كان بقى النسخه 2016 كانت البطوله العربيه رقم 18 واللي فاز بيها الاهلي، وطبعا فاز في النهائي على فرقة قوية من الجزائر وهي كانت فرقة المجمع البترولي الجزائري، وطبعا فاز بنتيجة 3-0 وكان فاز بكل ماتشاته كلها في الموسم المنقضي أو النسخة السابقة بنتيجة واحدة وهي 3-0. وطبعا كان نتائج أصواته في النهائي للسنة الماضية 25-15 25-18 25-17. هل هيكرر النادي الأهلي الثنائية على التوالي لهذا الموسم في البطولة العربية التي تنظم للمرة الثانية على التوالي داخل جمهورية مصر العربية بعد فوزه بالبطولة في النسخة السابقة وتغلبه على كل من الدفاع المغربي والبحرين البحريني والمتين اللبناني وديلاسال الأردني، وطبعا في النهائي زي ما قلنا على المجمع البترولي الجزائري وفاز عليهم جميعا بنتيجة 3-0. والنهاردة هنشوف بقى النادي الأهلي هل هيكمل الثنائية على التوالي ولا إيه، وطبعا نتمناها حمراء للقلعة الحمراء وإهداء بقى للاهتمام الواضح جدا من قناة النادي الأهلي ومجلس الإدارة الجديد بقيادة الكابتن محمود الخطيب كده، اللعيبة بقى تقدم هدية للمجلس كده في بداية توليه عشان يزيد الاهتمام، وطبعا إن كنا بنتوقع المزيد من الاهتمام لشخصية قيادية واتحاد قيادي مثل الاتحاد الجديد. نرجع تاني لأحداث اللقاء كده سريعا، ملخص الشوط الأول للي ما شافهوش، وطبعا هيشوف النتيجة هيعرف السيناريو كان ماشي ازاي. 25-5 للنادي سبورتنج، وطبعا للمتابعين بقى للكرة الطايرة والمهتمين بيها طبعا هتبان الوتيرة ان هو كان بينتهي بالإرسال فعلا، لأن ما كانش فيه رالي في الكرة وما كانش فيه ضغط على فرقة سبورتنج اللي بيها ما أثرش على نتيجته، وكان فيه ارتياحية كده في الفوز بالشوط الأول. وهندخل في الشوط الثاني والإرسال، منتظرين كده بداية إشارة الإرسال للحكم بعد تأكده من دوران الفرقتين، والإرسال للسودان مع آيات أغبس تقي اللاعبة رقم 8 وبتلعب من مركز 2 آيات. إرسال عالي كده بالونة من آيات واستقبال جيد جدا من سارة طارق، وادي كرة في مركز 4 ولكن سلمى ما تخلصهاش المرة دي، تتشد في مركز 4 تاني، وإحساسي كده إن بدأت فرقة السودان تاخد ثقة شوية، وإن كان الإرسال معاها كان سهل كان لازم فرقة سبورتنج تخلصه من الكرة الأولى، وأي سجال أو أي رالي ممكن ما يكونش في صالح فرقة سبورتنج هيضعف شوية من حماسها أو من عزيمتها. وادي كره راحه جايه اي حاجه ما بين الفرقتين بدربكه كده ولكن تلمها وتعكس بقى الملعب في تالق واضح للمعد البديل اللي نزل محل سندس، وهي طبعا ليلى محمد سالم المعد البديل صغيره السن ليلى مواليد 94 ومتر 73. فضل بقى المدرب هنا ان هو يريح سندس، وادي ندى محمد صلاح ندى قره
كانت تعرضت لفترات طويلة ندى للإصابة في مفصل الركبة، ولكن تعافت منها ما شاء الله، وهي لاعبة تجيد اللعب في جميع المراكز، وبيستغلها كابتن محمد صلاح طبعا لأنها بتلعب في مركز 4 فبيستغلها في الكرة الأولى، وأدي استقبال جيد وإعداد في منتصف الشبكة، ولكن فرحة ما بتخلصش كورتها، وكور زي ما قلنا سجال ما بين الفرقتين بتوصل النتيجة 1-1. وتاني كرة كده من خلف الراس شوية الهند نبيل اللي نزلت في الشوط، وتنزل كرة مباشرة من السودان، وقلنا هتحصل صحوة لأن الرالي مش هيبقى في صالح فريق سبورتنج، وادي كانت كرة نازلة على اللاين مباشرة بعد ما شاطتها ملك عمرو اللاعب رقم 10 وما خلصتش كرتها بنقطة، واول تقدم للصحافة السوداني 2-1. وادي استقبال خارج الثلاثة متر بتشدها كده ليلى، ولكن كرة بتلاقي دفاعات قوية من فريق السودان، وتروح تاني في مركز 2 سلمى بتضرب برست ايديها وما تخلصش كرتها، وترجع تاني في فريق السودان، وهتكون المباراة على السجال ده ولا ايه؟ وقلنا في بداية اللقاء لو استمرت سبورتنج على كفائتها في الإرسال وتنهي كراتها من منتصف الشبكة هيكون لينا الباع الطويل لفرقة سبورتنج، واللي بنتمناها طبعا انها تفوز النهاردة باللقاء 3-0 عشان حتى تحتل مركز من المراكز الثاني او الثالث. وبترجع بقى فرحة محمد عباس المتميزة في الإرسال في الشوط الأول، وهنشوف كده في الشوط الثاني هتعمل ايه، ولكن استقبال جيد المرة دي من السودان، وضربة ساحقة قوية كانت فين مستخبية الضربة دي، وترجع كده الكرة ولكن بإخفاق من فريق سبورتنج بالتقدم الثاني للصحافة السوداني 3-2. افتكروا احنا في 1-1 في بداية الشوط الثاني قلنا لو ما خلصتش سبورتنج كورتها وبقى في سجال في اللعب مش هيكون لصالح سبورتنج، وده اللي حصل حتى الآن. وادي على الكادر بقى جات لنا كده الكابتن هناء حمزه مدير البطوله وشعلة النشاط في الاتحاد المصري الجديد، وطبعا اللي برئاسه المهندس خالد ناصف سليم ابن الاستاذ رحمه الله عليه ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري والافريقي السابق. وترجع سلمى على الارسال رقم 8، وارسال قوي لسلمى، وادي بقى اللي ممكن يكون هينفع فرقه سبورتنج شويه، وتاني تتلم الكره تروح لملك لليلى، وترجع الكرة تاني بنقطة مباشرة لسبورتنج، والتقدم الأول لسبورتنج 4-3. ادي بقى شايفين ديت قمة في الروعة كده، سندس أكبر لاعبة في الفرقة مواليد 94 واللي بتشجع زمايلها واللي أجادت في الشوط الأول، ومدربها محمد صلاح رأى إن هو يريحها وقعدها خارج الملعب لانها بتشجع زمايلها الصغار في السن. وادي اسقاط من منتصف الشبكه ما بين ليلى محمد سالم معد الفريق اللي بتجيد حتى الان، وما حسسناش كده بفرق بينها وبين سندس وما بين هند نبيل احمد رقم 15. وادي الاسقاط بقى قد ايه هو رائع، ولكن كان اللحاق متاخر كده بالكره، وكره خارج الملعب من ارسالك يا سبورتنج 4 الصحافه السوداني 5 سبورتنج. وندى سجدة محمد إبراهيم على الإرسال باستقبال غير متقن للاعبة رقم 10 ملك عمرو، وترجع تاني سهلة برضو وسجال، وآدي كرة كده فيها تراي، وأنا شايف إن فرقة سبورتنج هتبدأ تصعب على نفسها المهمة، وطبعا بخروج أكتر من عنصر من الشوط التاني، ولكن طبعا رؤية الكابتن محمد صلاح عايز يدخل باقي اللاعبين في المنافسة، وده كلام صح جدا، وإن كان ما ينفعش البديل يفضل بديل طول المباراة بالأخص في مباراة سهلة زي دي، لو ما لعبش المباريات ديت وخد خبراتها هيلعب إمتى؟ وأدي كرة كده فيها رالي ولكن خارج الملعب فعلا جاست أوتسايد، وبيلتزموا فرق السودان طبعا بقى بالطيبة المعهودة عن أصحاب البشرة السمراء كده، وخارج الملعب فعلا من حامل الراية المساعد المصري 6 سبورتنج 5 الصحافة السوداني. كنا عايزين سبورتنج ينهي كده اللقاء زي ما بدأوا في الشوط الأول عشان يوفر مجهودنا شوية لنادي القرن بقى للنادي الأهلي ولفريق الإفريقي التونسي الصفاقسي اللي جاي ينافس النادي الأهلي، ولكن هيهات طبعا النادي الأهلي صاحب أكبر تاريخ في القارة الإفريقية والعرب جميعا. 6 الصحافة 6 سبورتنج، وإرسال خارج الملعب، صعب ان فرقه السودان تتفوق ولكن ليس مستحيل، واللي هيوصل التفوق دوت هو تراخي لاعبات
السبورتنج او الاستبدال اللي حصل لبعض اللاعبات، وان كان بيحافظ الكابتن محمد صلاح على القوام الاساسي للفريق المتمثل فيه سلمى اللاعبة رقم 8 مصدر الخبرة ومصدر الازعاج لباقي الفرق. وطبعا اشراكه بقى لملك عمرو ابراهيم لاعب مركز اربعات بدلا من لينا طارق برضو من مركز اربعه، ده بيدي كفاءه شويه للشبكه. وفرحه المميزه حتى الان فرحه محمد عباس من سنتر بلوك اللي لسه ضربه كوره قويه بنقطه مباشره. طبعا بقى محمد صلاح واحمد صابر كانوا زملاء في نادي واحد، نادي الشرقيه للدخان، واكيد في كيمياء ما بينهم وفي تفاهم كده، وده اللي جمعهم مع بعض في مكان واحد. وايضا كمان اجتهاد احمد صابر ابن بورسعيد وظهوره بمستوى طيب في التدريب الفتره السابقه. وطبعا مجال التدريب مش حكر على حد، ولكن اي مدرب بيجيد وبيكون كفء لازم الانديه تستقطبه، وده اللي بيحصل في بعض القيادات وبعض الانديه الكبيره مثل نادي الاسكندريه او نادي سبورتنج السكندري اللي بيضم بين جنباته بقى رئيس الوفد ورئيس البعثه الكابتن اسلام جمعه، واللي اشار كده بان الفرقه في طورها للاحلال بعد ما اتصلت بطمن على اللاعبه المصابه. وحصلت مداخله تليفونيه بيني وبين الكابتن محمد صلاح وطمنا على اللاعبه مي واللي بنتمنى لها طبعا السلامه. وقال عن لسان المهندس اسلام جمعه ان هو بيعد فريق جديد لفرقه سبورتنج بعد غياب بقى العديد من اللاعبات، سواء اللاعبات اللي انتقلوا لانديه اخرى او اللاعبات اللي بطلوا طبعا اللعب. وزي ما احنا شايفين بيحاول فعلا بتوليفه جديده كده يدخل على المضمار العربي زي ما ظهر على المضمار المصري باحتلاله السنه اللي فاتت المركز الثالث بالدوري المصري. 9 سبورتنج 6 السودان. وبدا بقى الارسالات هنا اهي تبدا تاثر تاني على فرقه السودان، وكره كده فيها سجال تلمها سلمى وتشدها ملك، ولكن سلمى برست ايديها مصدر ازعاج ومصدر خبره زي ما قلنا بتحقق نقطه مباشره من مركز واحد من المنطقه الخلفيه. وادي سندس بقى المثال للاخلاق الرياضي طبعا، قاعده بتشجع زمايلها زي ما قلنا، وده اللي بنعلمه لاولادنا الصغيرين الملتفين حول شاشه قناه النادي الاهلي نادي القرن. ترجع كده كره سهله بريست الايد وتلمها لاعبات سبورتنج، وتاني في المنطقه الخلفيه ولكن ما كانتش جاهزه الى حد ما لاعبات سبورتنج لضرب الكره، وتاني بتاخدها فرحه ولسنتر الشبكه. وده من الحاجات القليله اللي بنلاقي لاعب السنتر بيلم كورته ويدخل وراها، وكره كده بخبره تلمها ندى محمد صلاح، ندى قره وتنزل كره مباشره بنقطه مباشره. لاعبه عاقله جدا، عجباني من زمان ندى ايام لما كنا بنتقابل بقى سواء هي في النادي سبورتنج او انا في احد الانديه، كانت على طول ند لينا لغايه لما تعرضت كده لمده عام كامل لاصابه، ولكن هيهات رجعت تاني ما شاء الله ربنا يديها الصحه. وكله فايده طبعا لمنتخبنا الوطني للسيدات او للانسات. وتاني ندى، ولكن لسه ندى مش في كامل فورمتها بقى، والكوره ما كانتش مريحاها شويه في الاعداد. 11 سبورتنج 7 الصحافه السوداني. وبيجي لنا كده الكابتن معتصم محمد عبد القادر مدرب السودان كتير على الشاشه، واول غلطه الفرحه من منتصف الشبكه، لفت كده بجذعها جامد شويه حطت الكره في بطن الشبكه، وان كانت لازم نريحها شويه يا ملك يا ليلى عفوا. جواهر النيل على الارسال، جواهر لاعبه طويله القامه متر 83، ولكن ارسالها سريع وفي نفس الوقت متواضع، لمته بسرعه فرقه سبورتنج وحققت بيه نقطه مباشره من منتصف الشبكه ايضا. وطبعا التربيعه دي بقى بتاعت الكابتن محمد صلاح مش سهله، الراجل فكر في انه يعمل مفاجاه امبارح قدام النادي الاهلي، ولكن طبعا ما ساعدتوش بقى امكانيات كتيره جدا مختلفه ما بين الفريقين، فريق النادي الاهلي اللي بيضم بين جنباته العديد من عناصر المنتخب القومي وعناصر الخبره وعناصر التالق داخل جمهوريه مصر العربيه، ووجود محترفتين مع النادي الاهلي، واحده طبعا معاه من فتره اللي هي فولينا لينيكوفا اوكرانيه، وكارولين بورتو اللي جابها عفوا دي كانت مع الصفاقسي، ولكن الاهلي طبعا تميز بالاوكرانيه ولاعبه الانابيب الكيني اللي استخدمها بقى في البطوله دي وعايز كده يحقق بيها
البطولة، ولكن طبعا النادي الأهلي نادي عملاق وولاد للنجوم. وطبعا بقى ما ننساش كلنا على فرق الآنسات، الكابتن منى عبد الكريم والكابتن تهاني طوسن وهناء والكابتن هناء حمزة وغيرهم كتير عشان ما ننساش حد. وطبعا من جيل بقى اللي موجود دلوقتي الكابتن شروق معد الفريق والمايسترو كده بتاع الفريق، واللي بتلحقها على طول دانا وهي معد الفريق رقم 2 وصغيرة السن مواليد 2000. وطبعا هنتكلم عن النادي الأهلي باستفاضة لما نيجي لمباراته، ونرجع تاني لأجواء اللقاء اللي بيريح برضو ندى رقم 5 ودخل مكانها رقم 18 يمنى محمد عبد الفتاح في أول كده لقطة ليها ومشاركة في المباراة، ولقى النتيجة فرق التاني بست نقاط، فبيشوف بقى البدلاء بتوعه هيسعفوه ازاي. وادي كرة ولكن ارسال جيد ومميز ليكي يا يمنى، وعدم وجود تغطية من نادي سبورتنج بيخسر بيها النقطة مباشرة. مرافق موسى على الإرسال، مرافق كرة في الشبكة يا مرافق، ما تدلش على إنك عايز تدخل الشوط خالص. والوصول للنقطة 16 سبورتنج 10 الصحافة السوداني، والمفروض تكنيكال تايم أوت فعلا. وبيحاول بقى كابتن محمد صلاح يشرح كده للبدلاء عنده يعملوا ايه داخل اللقاء. طبعا ما ننساش بقى اعزائي مشاهدي قناه الاهلي، ما ننساش مباراه النهائي المبكر اليوم في تمام الساعه 6 ما بين النادي العريق النادي الاهلي. وطبعا بندعو كل بقى المشاهدين للالتفاف حول هذا الجيل من عناصر النادي الأهلي اللي احتل خلال الأربع أو خمس سنوات السابقة كافة البطولات سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو الدوري والكاس، وبنلتف كلنا حواليهم عشان نزود بطولات النادي الأهلي مع وجود مجلس إدارة جديد بقيادة كابتن بيبو بقى محمود الخطيب معشوق الملايين داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. وبنتمنى طبعا بقى المزيد من مجلس الإدارة المخضرم اللي عاش في النادي الأهلي أكتر من 40 أو 50 عام منذ صغرهم. وأدي كرة تانية سهلة هي وفيرست تايم، ولكن ما تلحقهاش المرة دي هند نبيل، وترجع كده تاني لسلمى بقى اللي برست إيديها، وأول حائط صد يتاخد كده من فريق السودان اللي بيردوا عليا وانا في استوديو قناه الاهلي بيقولوا لا احنا موجودين ولكن متاخرين شويه يا فرقه الصحافه، ببلوك كده من اللاعبه رقم 4 ايمان احمد شلال متر 84 اطول اللاعبات السودانيات المشاركات في البطوله، وعندها 9 مواليد 89 ولاعبه مركز 3. وادي ارسال سريع ولكن ما كدبتش خبر وما ردتش عليا وسحبت ردها بقى بعد ما حققت نقطة مباشرة لفرقتها، ضيعت نقطة مباشرة أيضا والمحصلة إيجاب بنقطة وسلب نقطة يعني لا شيء. 17 سبورتنج وسلمى على الإرسال 11 السودان. وطالما قلنا سلمى على الإرسال هنقول كده لكورتين أو ثلاثة وممكن تستمر سلمى لآخر الشوط الثاني على الإرسال ده، هنشوف إذا كان هيكمل فعلا ولا لا. من اللاعبات المميزات سلمى طول عمرها في نادي سبورتنج نعرفها من زمان قوي، ما شاء الله كانت متعبه لكل الفرق، صعب تاخد منها بلوك، ولكن بقى احنا بنحسد اللعيبه النهارده ولا ايه؟ وسلمى بتكدب كده خبر وتضيع ارسال مباشر في الشبكه وبتخلف توقعاتنا. وادي بقى هنا البدلاء كده لازم ينشطوا شويه يا كابتن محمد، في ناس كده بتتاوب ولا ايه؟ وادي ارسال تاني مع استقبال جيد من ملك، وترجع كده كرة سهلة لملعب سبورتنج تلمها هند نبيل، وتاني لملك بتسقط كرة لكن يا ملك اتحفظت بقى، المفروض نشوط شوية عشان اريح فرقتي. وادي تاني ملك برضو برست ايديها ولكن كرة سهلة وفي لمس للشبكة للاعيبة رقم 13 من السودان الجواهر النيل عبد الله.
19 سبورتنج المصري، 12 الصحافة السوداني، شباب 20 الصحافة السوداني. وبيحاول كده فرقة السودان توقف شوية اللعب، يمكن تأثر على إيجابيات أو معنويات فرقة سبورتنج. وادي هنا الكابتن محمد صلاح بيستفهم بقى عن الأخطاء الواضحة داخل فرقته. ملك عمرو إبراهيم على الإرسال رقم 10 ملك من فرقة سبورتنج، وإرسال قوي. وزي ما قلنا في بداية اللقاء إن سبورتنج بتميز بالإرسالات القوية والاستقبال الجيد. وآدي كرة هنا ساحرة لليلى محمد سالم اللي كانت على خط التلت كده، ليلى رقم 13، واللي عملت كرة مسقطة على طول من منتصف التلت بدون وجود دفاعات وتغطية، وفرحانين ليها فرقتها طبعا والبدلاء، وبنظرة ثقة كده لمحمد صلاح بيؤكد احقيته بالمباراه بعد تفوق فرقته 20 سبورتنج 12 الصحافه السوداني. كان قبل اللقاء على طول كان مراسلنا بقناه الاهلي عقد لقاء كده مع رئيس لجنه التحكيم بالبطوله العربيه الاستاذ جعفر علي وعضو لجنه التطوير بالاتحاد الدولي، واللي اشاد بيها وابدى سعادته جدا عن وجوده في مصر، وادى رايه بقى في البطوله وقال انها بتتميز بعناصر القوه والاداء الفني القوي لفرقه زي فريق الاهلي والصفاقسي والمجمع البترولي الجزائري. ولكن طبعا هو بيقول انه كان يتمنى مشاركه من الدول العربيه اكتر من كده بوجود 5 فرق فقط في البطولة دي، وكان بيتكلم عن التنظيم الجيد اللي هو شافه من إقامة في الفنادق للفرق وتنظيم البطولات والملعب. وقال طبعا ان ده كله بيكون تحت اشراف بقى الاتحاد الدولي اللي بيبعت لهم مندوبين ليشوفوا كده الملاعب شكلها ايه وتجهيزاتها، وكمان يشوفوا ايه الفنادق. وطبعا اشاد بوجود النادي الاهلي القلعة الحمراء بمنظومة رياضية متمثلة في فرقته ومنظومة إعلامية متمثلة في قناته، القناة اللي بقت رائدة في الدول العربية بناء عن كلام الأستاذ جعفر علي، واللي اهتم طبعا بالجانب الإعلامي، واللي قال إن دوت بيطور من أداء الفرق وبيشجع اللاعبات على الإتقان في كافة المجالات. رجوع تاني لمباراتنا السهل الممتنع زي ما بنقول اللي فازت فيها سبورتنج في الشوط الاول 25-5 باداء سهل جدا، ورجع تاني الاداء يبقى سهل بعد حياديه كده بين الفرقتين للتكنيكال تايم اوت الاول. ولكن 21 سبورتنج 12 الصحافه السوداني حتى الان، وادي الارسالات بفضل ارسالات سبورتنج قويه وعدم بقى رد الفعل المتميز، ولازم كده السودان تعيد نفسها شويه في قدراتها البدنيه وقدراتها الفنيه. قدامك لسه مشوار طويل يا كابتن محمد مع مباراتين من المباريات الاقويه مع فرقه الجزائر غدا، واللي هتكون برضو غايبه عنك في لاعبتك الاساسيه مي، واللي هيكون طبعا بقى محاوله كده لاثبات الوجود عن طريق اللاعبات البدلاء. وادي الخبره العاليه لسلمى عصام اللي لو في كاس لاحسن لاعب خبره ممكن نديه لسلمى في المباراه دي، وادي لينا بقى مستنيه انها تشارك تاني وتنزل تاني للمره الثانيه كده في اللقاء. ومش عارفين طبعا دماغ كابتن محمد فيها ايه، ولكن انا اتوقع ان هو الراجل بيحاول يدعم كده صفوفه بفرق الناشئين عشان يفيدوه في الدوري المصري، بالاخص ان كان اخر لقاء ليه كان مع النادي الاهلي قبل البطوله العربيه على طول، واللي خسر اللقاء ده وفاضل له بقى لقاءات مؤجله مع نادي الشمس، واللي هيحسم الى حد كبير ترتيب الفرق بعد طبعا فوز بقى نادي الشمس على فرقه الزمالك في اخر مبارياتها، وانتهى طبعا 3-1 لفارق لصالح نادي الشمس، واللي تعرض كده لغياب بقى مديره الفني الكابتن المخضرم نور عطية ابن النادي الاهلي، واللي طبعا اجاد داخل اسوار نادي الشمس وان كان غاب عن الفريق الفترة اللي فاتت لاسباب طبعا بقى لا يعلمها الا هو، واختار انه يكون خارج القلعة الشمسوية، ويا رب كده نشوفه في احسن الدرجات طبعا ودايما للتقدم لشخصيته المحبوبه داخل مجال الكره الطايره، وربنا يوفقه للمزيد ان شاء الله. وادي تاني اللاعبه هند نبيل رقم 15 اللي لعبت ارسال قوي وضربه على استحياء، ولكن بقى كده لاثبات الوجود بترجعها تاني فرقه سبورتنج ودون تغطيه جيده، ولكن بدفاعات مستميته وحائط صد سهل جدا من فرقه سبورتنج للاعبه رقم 13 ليلى محمد سالم، بتحقق بيها النقطه 25
13 وتفوز سبورتنج بالشوط الثاني، وننتظر هل من مزيد في الشوط الثالث. ولكن اظن بقى انه ممكن يكون ماشي على وتيره واحده ويرجع تاني للاداء زي الشوط الاول ويفوز نادي سبورتنج بالشوط الثالث ان شاء الله واللقاء، ويفرح كده جماهيره السكندريه وجماهير مصر اللي بتعمل طبعا بقى باحتلال النادي الاهلي للمركز الاول ونادي سبورتنج باحسن مكانه في البطوله، نظرا لانها المشاركه الاولى طبعا ليه في البطوله وغيابات بعض العناصر داخل فرقته، فهيكون صعب عليه بعد هزيمته بالامس احتلاله للمركز الاول. وان كان بقى ممكن يقدم مباريات قويه امام الشباب البترولي غدا، المجمع البترولي غدا، وبعد غد بقى امام الصفاقسي التونسي. كان عندنا بقى طبعا في مراسم الافتتاح لليوم الاول البطوله امس، طبعا شهدت المراسم بقى حضور الاستاذ خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكره الطائره، وبحضور الاعضاء الكابتن هناء حمزه مدير البطوله والعقيد ياسين امين والمهندس ياسر قمر، وطبعا بقى كان مدير الاتحاد كابتن احمد عبد الدايم وكابتن عبد الحميد الوسيمي شعله النشاط الفني داخل اروقه الاتحاد، وبنتمنى بقى ليهم التوفيق و السادات كده نحو إدارة الكرة الطائرة المصرية لمزيد من التقدم. وطبعا افتتحوا بقى البطولة، بنفكر كده السادة المشاهدين ان هم موجودين خمس فرق داخل البطولة، المجمع الجزائري اللي كان بيلعب النهائي السنة اللي فاتت مع الأهلي وخسر 3-0، والصفاقسي التونسي اللي ما اشتركش السنة اللي فاتت، وشباب 20 الصحافة السوداني وسبورتنج، بالإضافة بقى للكينج العملاق نادي القرن نادي الأهلي. في انتظار كده استئناف اللقاء والشوط الثالث بعد تقدم فريق نادي سبورتنج بشوطين للا شيء. وادي على الشاشه بقى علي جعفر رئيس لجنه الحكام العربيه داخل البطوله. كده فرقة سبورتنج متحمس نفسها تاني، وشايفين بقى رجع للأداء زي ما توقعت بالظبط، رجعت لينا طارق مصطفى رقم 3 لتشكيلة الفريق، واللي عمل الكابتن محمد صلاح اللي هو عايزه، وبدأ دلوقتي بقى يقتنص الثلاث نقاط من فريق السودان بإشراكه للعناصر الأساسية اللي ما تفرقش كتير عن العناصر البديلة اللي نزلت الشوط اللي فات، وإن كان بس عندهم أكثر مشاركة أو أكثر خبرة، وزي ما احنا شايفين ندى في الملعب رقم 5 وفرحه محمد عباس رقم 20 و15 هند نبيل احمد، وهنشوف المعد اللي نزل دلوقتي هل هي سندس ولا ليلى، هنشوف مين اللي شارك منهم. كانت سندس لعبت الشوط الاول وليلى لعبت الشوط الثاني واجادت وعملت كره كده مسقطه من اللي بتعجب بقى المشاهدين، وادي ارتياح شويه على محمد صلاح واحمد صابر. ارسال طبعا مع فرقه سبورتنج، وزي ما قلت لكم ان الكابتن محمد هيحاول يرجع بقى اللقاء ليه 3-0 على طول بمشاركه اللاعبين الاساسيين، وفعلا رجعت سندس تاني بارسال مؤثر، وبتشد سندس لمنتصف الشبكه وضربه ساحقه داخل حدود الملعب انا شايفها من هنا، ولكن الحكم طبعا ادى اشاره خارج الملعب واشارته هي طبعا اللي هتصدق، وبتخسر سندس الارسال المؤثر بتاعها وينتقل للصحافه السوداني 1 سبورتنج لا شيء في بدايه الشوط الثالث. مرافق موسى لعبت ارسال ولكن استقبال متقن الى حد ما، وادي بقى دينا اللي بتضرب كده في الزاويه الطويله في مركز 1 وتاني ليبرو الفريق ساره طارق بتلم كورتها، ومن مركز 4 بتتالق لينا للقطه الاولى ليها في الشوط الثالث، بتحقق نقطة مباشرة لينا طارق مصطفى من مركز 4
مواليد 96 وعندها طول متر 73 و8 مباريات دولية. إرسال قوي واستقبال غير متقن بيلحقوا كده على مضض المعد السوداني، ولكن تيجي في حوافي الصدر لفرحة محمد عباس وتاخد إيديها وتنزل داخل ملعب سبورتنج بتقدم في الشوط الثالث 2 الصحافة السوداني 1 سبورتنج المصري. إيمان أحمد شلال على الإرسال، إرسال سريع يا إيمان وإنسايد، جاست إنسايد فعلا داخل الملعب بإشارة قوية من الحكم الأول كده وحامل الراية، لأن الكرة فعلا داخل حدود ملعب سبورتنج بنقطة مباشرة وتقدم لأول مرة نقطتين متتاليتين 3 الصحافة السوداني 1 سبورتنج. ونبدأ كده نهدى شوية بقى في اللقاء عشان لو طول معانا، عندنا بقى المباراة الماراثونية اللي هتكون مع الأهلي والصفاقسي، وطبعا بقى تميز الصفاقسي بإرسالات قوية جدا، محتاج من الأهلي إتقان الكرة الأولى أول حاجة، وأكيد اللي نبه عليها كابتن حمدي الصافي وجهازه المعاون الكابتن ياسر صلاح، وطبعا بقى هيبقى بفضل ضربات قوية والصاحقة لسناتر بلوكات فريدة العسقلاني، وطبعا بقى المخضرمة الصغيرة السن نور ياسين أصغر لاعبات البطولة سنتر بلوك للنادي الأهلي، طولها 1.79 متر وعندها ارتقاء للهجوم 2.85 متر وارتقاء للبلوكات 2.60 متر، ولعبت 19 بطولة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكانت من إحدى اللاعبات المشاركات في بطولة العالم السابقة للشابات اللي أقيمت في المكسيك، وطبعا بقى بننتظر منها المزيد لرفعة شأن الكرة المصرية داخل النادي الأهلي وداخل منتخب مصر. وأدي ضربة ساحقة قوية مرة تانية بإرسال قوي من اللاعبة فرحة محمد عباس، اللي لو تميزت حتى الآن هتنهي الشوط كده بارتياحية لمدربهم محمد صلاح وتكافئ فرقتها بفضل إرسالات قوية. تاني فرحة إرسال فعلا قوي لكن استقبال المرة دي جيد، وكرة كده تضرب أي حاجة في منتصف الشبكة بدون وجود تغطيات على حوائط الصد، كرة بريست الإيد كده في عقل شوية من فرقة السودان. تقدم التاني للسودان 4-3، وبيحاول بقى المدرب كده الأب معتصم محمد عبد القادر بيطيب خاطر اللاعبة بتاعته لأنها ما أجدتش وطلعها، فطبعا بيحاول بقى يكسبها نفسيا، وكرة كده من سندس بتلف بريست إيديها اللاعبة هند نبيل أحمد وبتحقق نقطة مباشرة. وندى رجع على الإرسال، ندى محمد صلاح، وادي هنا تعليمات بقى لسلمى على طول لساره طارق تعمل ايه، وادي ارسال قوي واستقبال غير متقن كده بتنزل لها اي حاجه، ولكن ساره بتلم كورتها سهل وسندس بترفعها ولكن خارج الشبكه المره دي يا سندس، وباقتدار بتحطها كده اللاعبه رقم 10 ملك عمرو اللي فضل عليها المدرب محمد صلاح في الشوط ده. 5 سبورتنج 4 الصحافه السوداني، بيحاولوا كده يحمسوا نفسهم، وامال عبد العزيز نقاش بقى اللي هي رقم 2 ليبرو فريق السودان مواليد 89، وعندهم شذا باباكر رقم 3 مواليد 86، يعني متوسط الاعمار لفريق السودان كبير جدا، وعندهم كمان 3 لاعبات مواليد 87 و 86، وشكلهم كده من اللاعبات اللي كانوا قربوا يبطلوا كرة طايرة، ولكن طبعا لوجود بقى فرقة السودان ومشاركتها في البطولة العربية بتخلق جيل جديد تحت الفرقة ديت بيحاول يكون ليهم امتداد، اعملوا اللي احنا ما قدرناش نعمله، وكون ان احنا شاركنا في بطولة عربية ده تميز لينا داخل اسوار جمهورية مصر العربية وداخل ملعب مجمع الصلاة وبين الفرق العمالقة مثل النادي الاهلي وسبورتنج وفرق شمال افريقيا. وادي بلوك قوي من هند رقم 15 هند نبيل اللي اتأخرت كده وطلعت خدت الكرة سهلة جدا في منتصف ملعب السودان. 7 سبورتنج 5 السودان، وادي طبعا اعاده لحائط الصد لانه مميز في التايمنج بتاع البلوك التوقيت بتاع الصعود للبلوك. ملك على الارسال ملك عمرو، ارسال سبايك مع الوزن كده خفيف وترجع سهله تاني وتلمها ساره، ولكن كانت تتلم بجر دي يا ساره، وترجع سهله كده باسقاط بريست الايد للاعبه ندى اللي كانت مشهوره فعلا باللعبه على تاتش البلوكات والاسقاط خلف حوائط الصد، وتحقق بيها التكنيكال تايم اوت الاول 8 سبورتنج 5 الصحافه السوداني.
خالد. اثناء الوقت المستقطع دوت اللي الاتحاد الدولي كان طبعا دخل الوقت المستقطع الفني الاول عند النقطه 8 والثاني عند النقطه 16، وكان الهدف الاساسي منه هي الاعلانات، وطبعا بقى كان مصادر دخل الاتحاد كده في البطولات. وان كان الاتحاد المصري قدم الدخول مجانا للمشاهدين والمتابعين والمتفرجين على البطوله العربيه تشجيعا منه لامتداد مسيره الكرة الطائرة. ملك عمرو على الإرسال، لعبة إرسال قوي ملك واستقبال كده بدربكة أي حاجة هترجع سهلة، نفس السيناريو اللي احنا تعودنا عليه من فرقة السودان. والكرة ما كانتش ترفع لمنتصف شبكة يا سندس، ولكن هي عارفة بقى إن هند نبيل هتخلص كده بخبراتها، وأسقطت فعلا كرة بعد صعود حوائط صد من السودان بنقطة مباشرة زي ما احنا هنشوف في الإعادة وفي المكان الفاضي وبنقطة مباشرة لسبورتنج 9-5 الصحافة. وتاني ملك بإرسال كده واستقبال على حدود الثلاثة متر وتلمها سارة باقتدار وتتشد في مركز 4 لندى اللي ضرب الكرة قوية، ولكن بيشير حامل الراية وبيصدق عليه الحكم الأول بخارج الملعب. ويرجع الإرسال لفريق الصحافة السوداني، إرسال مع اللاعبة رقية عبد الرحمن السنوسي سنتر بلوك من السودان. إرسال سريع يا رقية ولكن خارج داخل ملعبك أنت في الشبكة، بتضيع بيه نقطة الفريق، وعاملة فورمة كويسة رقية، بتبين لنا كده قد إيه بقى شياكة وأناقة اللاعبات السمر من القارة السمراء. وتاني اللاعبة هند نبيل بإرسال قوي بيرجع مباشر على طول لملعب سبورتنج، وآدي منتصف الشبكة اللي ما بتتأخرش لحظة سندس عطية السيد اللي بترفع كور كتير جدا في منتصف الشبكة. وأكيد دي تعليمات من الكابتن محمد صلاح إن عندهم سنتر بلوك ضعيف، ولكن هو من السيستم لعب ثابت، لأنه لو قابل فرقة طبعا زي النادي الأهلي أو فرقة زي الصفاقسي أو الجزائري هيبقى عندهم سنات البروكات مختلفين، فممكن ما يستخدمش الآلية أو الاستراتيجية ديت لهجومه. وإن كان دلوقتي هو متغلب طبعا على فريق السودان الشقيق بفارق 5 نقاط في الشوط الثالث. كرة كده بترجع أي حاجة في ملعب سبورتنج، بتلمها ندى وتترفع في المنطقة الخلفية اللي بتسقط كرة في منتصف الشبكة بنقطة مباشرة للاعبة ملك عمرو إبراهيم لاعبة مركز 4. وبترجع هند بقى على الإرسال، هند نبيل قلنا طولها ما شاء الله هند 1.83 متر، طويلة بالنسبة للأنسات أو للفتيات. وادي إرسال هند، إرسال سريع ومؤثر فعلا، وترجع كرة سهلة من السودان، وخلاص يعتبر كده الشوط بيوصل لنهاياته. وكرة دي فيها تاتش على ما أظن، كرة ملامسة كده أنا شايفها لحوائط الصد، ولكن بقى طبعا هم أقرب مني، تخرج خارج حدود الملعب من ندى. الكرة التانية ليك يا ندى، لازم كابتن محمد صلاح بقى يفكر يقول لك تعليمات معينة هتعملي إيه. كرتك راحة فلوتر، لازم الكرة تلف شوية عشان تضمني نزولها في أرضية الملعب. وأدي الكرة الثالثة ليكي، وإيه ده بقى اللي أنت مشهورة بيه يا ندى، بتضربي كده على حوائط الصد خارج الملعب ورجعتي لتألقك مرة تانية بعد ضياع كرتين مباشرين. وأدي فعلا كرة على حوائط الصد الخارجية ونقطة مباشرة لندى رقم 5. وأدي سندس تاني كرة بتسقطها كده بإرسال سهل ويلمها فريق السودان، وتتضرب كرة قوية خارج الملعب المرة دي يا صحافة يا سوداني من اللاعبة رقم 5 طبعا سجدة محمد إبراهيم، بقالنا كتير ما قلناش اسمها سجدة، ولكن تفاجئنا كده بكرة قوية خارج الملعب توسع الفارق ل7 نقاط. ترجع تاني بكرة سهلة تتلم سهلة من فرقة سبورتنج، سندس بخبرتها بقى تعلقها في مركز 2 وتترفع لندى قرة اللي رجعت تاني من عفوا لينا اللي لعبت من مركز 2 بدل سلمى، اللي فضل كده الكابتن محمد صلاح انه يريح سلمى ويرجع لينا تاني لمركزها اللي كانت بتلعب فيه واللي كانت بتحبه هو مركز 2، ويتاخد منها حائط صد كده طبعا لغيابها بقى كتير عن مركز 2، ولكن هترجع هيهات لان لينا من اللاعبات المميزات. وادي كره مضروبه ولكن انا اشك ان فيها لمس حائط صد، فيها لمس شبكه فعلا وحسبها الحكم الاول.
15 سبورتنج 8 السودان او الصحافه السوداني. وقفت ثقه كده من الكابتن محمد صلاح داخل المباراه في اليوم الثاني للبطوله، ومحاوله حصوله على 3 نقاط نظيفه كده في اليوم الثاني. وادي كره سجال بين الفرقتين تترفع في المنطقه الخلفيه، ندى تطلع من مركز 6 تضربها وترجع تاني سهله تلمها ندى محمد صلاح، وتتشد كده للينا اللي بتسقط كره داخل حدود ملعب السودان بنقطه مباشره. والوقت المستقطع الفني الثاني 16 سبورتنج 8 الصحافه السوداني. اجمل اللقطات اللي كانت في الشوط الثالث. وطبعا هنا المفترض ان في تعليمات هيقولها مدرب السودان معتصم محمد عبد القادر، ولكن انا شايف ان فريق السودان بتبعد اكتر عن الاداء اللي ممكن يوصلها لنتيجه طيبه داخل المباراه بفارق دبل سكور او 16-8. وادي بقى الجماهير اللي هتجهز كده بالطبول والصيحات بتاعتها عشان تؤازر لاعبات النادي الاهلي، اللاعبات المميزات حتى الان بحصدهم كده للبطولات في المواسم السابقه. وادي حائط صد قوي من لينا مركز اتنينات دلوقتي، وفرحه محمد عباس اللي بياخدوا بيها نقطه مباشره لفرقتهم. وادي زي ما احنا شايفين حائط صد قوي بالفعل من فريق سبورتنج يوسع الفارق اكتر 17 سبورتنج 8 الصحافه السوداني. وارسال قوي بدون كده وجود مستقبلين جيدين داخل حدود ملعب السودان، ولكن طبعا زي ما قلنا شرف لفريق مثل فريق الصحافة السوداني بمشاركته داخل العمالقة وداخل جمهورية مصر العربية في بطولة عربية، وإن كان غاب عن فترات طويلة وبدأ كده يظهر على الساحة لامتداده بجيل قوي وعريق مثل الشعب السوداني. إيمان أحمد شلال على الإرسال، إرسال سريع يا إيمان، والمرة الثانية اللي بتسرعي فيه إرسالك جدا ولكن بتحطيه في الشبكة خلال أحداث اللقاء في الشوط الثالث. وأدي كده حاجات بقى جانبية مع كابتن محمد صلاح بينبه ليها لعيبته في المباراة القادمة مطلوب منهم إيه. وطبعا الكلام كله داخل أروقة الملعب بيدور حول اللقاء وحول الروح النفسية والمعنوية للاعبين. وأدي طبعا زي ما تعودنا باستقبال غير متقن من أمال عبد العزيز نقاش، وسندس بترفعها في منتصف الشبكه اللي المره دي بقى هند قالت لا اشوط بقى كوره وحقق بيها نقطه قويه لفرقتي اسحب عليها لاخر الشوط. و19 سبورتنج 9 الصحافه السوداني. وان كان فرقه سبورتنج مقدمه عرض قوي مش هنقول لضعف فرقه السودان، ولكن هم مصممين على الاداء القوي، وزي ما احنا شايفين ادائهم بيتراوح ما بين الخططي المتقن من مدربهم طبعا الكابتن محمد صلاح واحمد صابر، وما بين اداء الفردي للاعبات اللي بيتراوح ما بين القوه والاتقان المهاري الذهني، وبيحققوا بيها النقطه 19 لسبورتنج 9 السودان. ارسال لفرحه محمد عباس، ارسال قوي يا فرحه. ايوه كده رجعينا بقى زي ال 15 او 16 ارسال بتوع الشوط الاول كده. وادي شايف كده تفكير في تبديل اللاعبه رقم 18 يمنى محمد عبد الفتاح، يا ترى بقى كابتن محمد بيفكر هينزلها مكان مين، ولكن لسه محتفظ بقوامه الاساسي. وادي فرحه تاني ارسال مؤثر بيرجع كده اي حاجه في ملعب سبورتنج بيلموها ندى بكفاءه. وسندس بقى بتعكس كره للينا ولكن ما بتحققش بيها لينا، وفي لمس شبكه على اللاعبه رقم 6 مناس الجمعه، اللاعبه بتلعب من مركز 4 وجابت شبكه كده في حائط الصد اللي صعدت له.
وادي التغيير بقى هيطلبه كابتن محمد صلاح في النقاط الاخيره كده في المباراه. ولكن في وقت مشتقة طلبه معتصم محمد عبد القادر مدرب فريق الصحافه السوداني، وبيحاول كده كابتن محمد صلاح يمتص بقى حماسه لعبته شويه ويفهمهم بان اللقاء يعتبر انتهى، فنلعب على قد اللقاء، فاضل 4 نقاط فقط ونحصل على 3 نقاط كاملين. وادي لفته جميله جدا بقى بنشوفها ولازم نعلمها لاولادنا، اللاعيبه اللي هتغير دلوقتي واللي هتنزل لارضيه الملعب، اللاعيبه يمنى محمد عبد الفتاح رقم 18 بتناول طبعا بقى فرقتها ازايز الميه للي عايز يشرب، وديت بقى قد ايه الروح طبعا ما بين اللاعبين، روح الاخاء والحب ما بينهم. وادي الجاليه السودانيه اللي بتشرف مصر طبعا وفي بلدها الثاني بقى وبيتها الاول، لان مصر والسودان كتله واحده. وكابتن علي جعفر رئيس لجنه التحكيم في البطوله العربيه وعضو لجنه التطوير بالاتحاد الدولي، وطبعا رئيس الاتحاد العربي بقى علي بن محمد ال خليفه. وخرجت ندى قره او ندى محمد صلاح الدين رقم 5، ونزلت مكانها اللاعبه رقم 20 اللاعبه رقم 18 يمنى محمد عبد الفتاح. وادي فرحه كانت على الارسال الثالث ليها، وادي تغطيه جيده من هند نبيل احمد اللي بترجع كده كره سجال داخل ملعب السودان، واي حاجه باي لك ولكن تلمها كويس لينا المره دي، وتترفع كده في مركز 4 للاعبه اللي حلت في الملعب يمنى محمد عبد الفتاح. وكرة سجال بين الفرقتين بترجع كده سهلة لملعب سبورتنج، واللي بيها بتعكس سندس كرة مسقطة للمخضرمة حتى الآن لاعبة صغيرة السن ولكن كثيرة الخبرة، لاعبة رقم 10 ملك عمرو إبراهيم مواليد 97 ملك وعندها 1.73 متر طول، ولقت بقى إن الملعب فاضي في منتصف ملعب الصحافة السوداني، بتجيب نقطة سهلة لفرقتها وبتكمل فرحة على الإرسال وبتلعب إرسال قوي فعلا، وكرة هترجع سهلة نفس السيناريو ونفس الأداء للشوط الأول والتاني. وسندس بقى بنظرتها كده مع هند بتلعب بترفع عينيها تخليلها تطلع بالدبل بلوك وتسقط كرة خلف حوائط الصد السودانية بنقطة مباشرة، 23 سبورتنج 9 الصحافة السوداني. ما زالت فرحة محمد عباس واللي عملت النهاردة رقم يتحط ليها في موسوعة البطولة العربية 16 إرسال متواصل في الشوط الأول واللي حققت بيهم نقاط مباشرة لفرقتها، ووصلت حتى الآن فرقتها للنقطة 24-9 في الشوط الثالث، وأدي كرة مباشرة كمان 25-9 وفازت سبورتنج باللقاء 3-0 في ظل غياب لاعبة سنتر بلوك مي محمد للإصابة بمفصل الركبة. سلامات يا مي. وطبعا بقى قناه النادي الاهلي بتتمنى لحضراتكم اوقات ممتعه مع ما تقدمه من مباريات وبطولات، وطبعا بتفكركم بمباراه نادي القرن النادي الاهلي مع نادي الصفاقسي في نهائي مبكر اليوم في تمام الساعه 6، وطبعا على امل اللقاء بكم دائما. كان معكم محدثكم عزب الشربجي، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.